وبالنسبه لفريد شوقي كمان لان احنا الاثنين كنا دفعه واحده واحنا الاثنين دخلنا الفرقه مع بعض واحنا الاثنين سيبنا المسرح مع بعض. ليه؟ عايزين نعمل ادوار بحجم بعطاء طبعا، خصوصا احنا جايين من المعهد دارسين عمالقه شكسبير وموليير وكورني وراسين واقول لك مين ولا مين، وعملنا ادوار من اقوى ممكن وروايات من احلى ما يمكن. فلما قعدنا 3 سنين محدودين جدا يعني اتضايقنا، اتخانقتوا، ما انكم قادرين تطلعوا. بالظبط بالظبط. لما جات الفرصه للاخ الزميل فريد شوقي وليا نحن ننطلق في السينما، كنا لازم بقى ايه يعني نعايش هذه الانطلاقه بكل ما اوتينا من جهد ووقت وقد كان.